نروح إلى الأهرام وعبد العال يترأس وفداً برلمانياً للمشاركة في أعمال البرلمان الإفريقي. توجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مساء أمس الأحد على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جنوب إفريقيا لإلقاء كلمة في افتتاح أعمال الدورة البرلمانية الجديدة للبرلمان الإفريقي، وذلك إضافة إلى مشاركة الوفد البرلماني المصري مصاحب له في أعمال هذه الدورة التي تمتد خلال الفترة من 3 إلى 13 مايو 2016. تأتي هذه الزيارة بناء على دعوة تلقاها الدكتور علي عبد العال من رئيس البرلمان الإفريقي لإلقاء كلمة في افتتاح الدورة، عبارة عن رسالة تضامن للبرلمان الإفريقي، وذلك تقديراً للدور المهم الذي تلعبه مصر في قارة إفريقيا والذي شهد خلال الفترة الأخيرة تحولات استراتيجية مهمة. الحقيقة أنه بمتابعة المشهد يعني من الخارج، لما تطلع برا كده برا التفاصيل المحلية اللي احنا بنغرق فيها قوي كل يوم، لان هي كتيرة الحقيقة قوي وفي بعضها يعني معقد كده ومتشابك، لما تعرف انه امبارح بس مصر بدأت تترأس مجلس الامن لمدة شهر، وحقيقة انا اسفة ان انا بقولها، لان انا دايما ضد فكرة ان احنا يعني احنا مش بنعاير بعض، بس احنا يعني ايه لازم ومن العقل والحكمة ان تنظر الى الصورة بشكل أكمل وبشكل أوسع وأشمل في الوقت اللي في بعض البلاد العربية الشقيقة جدا وبعضها بتربطنا بحدود ما زالت حتى الآن تعاني من القصف والاحتلال وتعاني من مشاكل كثيرة جدا. مصر كان مقدر لها أو كان مخطط لها من قوى الشر في يوم من الأيام أن تكون مثل هذه الدول الآن، إن إحنا ما نكونش النهاردة دولة، ما نكونش حاجة النهاردة، ما نكونش حتى لينا يعني حدود ولا لينا قوة عسكرية ولا استراتيجية ولا أي حاجة في الدنيا. لما نكون النهاردة في ظل هذه الأوضاع وفي ظل المنطقة الملتهبة بهذا الشكل ومصر تترأس مجلس الأمن لمدة شهر، ده الحقيقة خبر يدعو للاعتزاز والفخر، ونعرف إن إحنا ماشيين بجد الخطوات كثيرة جدا إلى الأمام. لما نقرأ خبر زي اللي احنا لسه قارينه دلوقتي حالا إنه البرلمان الإفريقي يدعو البرلمان المصري لإلقاء الكلمة في افتتاح المؤتمر ورسالة تضامن من البرلمان بين البرلمانين الإفريقي والمصري تأكيدا لدور مصر كمان في أفريقيا وعودة بقوة لمصر في المشهد الإفريقي، أيضا دي يعني تستحق جدا التوقف و التفكير بأننا الحمد لله على المستويات الخارجية والدولية والإفريقية والعربية عموما يعني ماشيين الحمد لله بخطوات